هاي أنا جريشن أنا اليوم حأحكيكن عن موضوع كتير حامي مثلي حأحكيكن اليوم عن الديتينج. الديتينج صعب صح؟ غلط. الديتينج صعب علينا أكتر. مين نحنا؟ الكويرز. أمك مش قبلاني فيه لأنه ما معه مصاري أو من غير بلد. إيه أنا أمي ما حتقبل فيه وما حتعرف عنه. ليه؟ لأنه عنده إيه؟ إنه أنا بدي أعيش الفانتسي تاعت الكنة والحما تو. بدك إياه طويل؟ بدك إياها ضعيفة؟ إيه نحنا القصة معقدة أكتر بشوي. عدوا عندكم. عنا فيرس، توب، بوتوم، بيك بوتوم، سليف، دومينانت، ماستر، بير، فيرساتايل، توينك، ماسلز، داديز، كات، أنكات، إنتو فيت، عايش مع ستة بس بتنام بكير. بدك إياه يكون معه مصاري؟ إيه نحنا بس بدنا إياه يكون. شو يعني يكون؟ منفتح الديتينج أب ومنلعن الساعة. منبلش بالفيك بروفايلز. بيكون حاطط اسمه دييغو دي لونا بس انفاكت بيكون اسمه حسين وعايش بجونيا. سريتوا نرجع منروح على الفيك بيكتشرز. A picture is worth a thousand words صح؟ صح؟ ايه بيكون حاطط صورة انستغرام موديل عنده 6 باكس وعم يكب مصاري قدام التور ايفل بس بالاخر تطلع هيدي انا. بدك اياها مش بيس تمها غير امها جريشن. ايه انا بس بدي اياه ما يكون نايمان ثلاثة ارباع رفقاتي وعم يضحش على خيي. Dating is hard for all of us. You relate, صح؟ No you don't. هلا صحيح معظم الدول العربية بتحمينا وبتحترمنا وعطيتنا حقوقنا. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يا امو المطهر. بس in reality نحن ما عنا محلات نروح على ديت. ما بدي كل ديت يكون يا تحت الجسر يا كروزينج ان اكار. الواي فاي تبعكم بطيء وتندر ما عم ينزل الصوره بسرعه. إيه نحن الدوله عنا ما بتخلينا نفتح اور ديتينج اب. عن اي ديتينج اب عم بحكي؟ عن اشهر واحد جرايندر. وسبيكينج اوف جرايندر انا حضرت لكم التو دو والنوت تو دو ليست لجرايندر لا تقدروا تاخذوا الخيارات الصح انتوا عم تدوروا على شريك او شريكه حياتكم. Not to do تبعتوا your fake pictures. To do حطوهن على فيستيون ونيكو اختهن ادت. Not to do خلوه هو يدفع الحساب. An epidemic of gold digging whores. Do سرقوا مصاري من جيبته او من جزدانه واقسموا الحساب بيناتكم. My money. Not to do, don't be overdressed على first date لأنه يمكن تروحوا camping. To do, خلوا معكم 3 options just in case. Not to do, expect to have sex on the first date. To do, حضروا حالكم anyway. Wink. وspeaking of تحضروا حالكم, عندي كم خبرية لكم in case قررتوا تعملوا sex. تعالوا أحكيكم عن موضوع جد. تعالوا قلبوا ما تخافوا. تعالوا بدي احكيكم عن السكس. بدكم تعملوا سكس؟ مش عيب؟ لا مش عيب. اذا بدكم تعملوا سكس كلنا بنحكي عن السيف سكس وانا شخصيا ما كثير بحب على هالكلمه. بفضل اقول ريسك فري سكس لانه بمجتمعاتنا وبمدارسنا ما في حكي عن السكس. اضطريتوا اليوم تجوا تاخذوا نصايح سكسيه من دراكوين. اليوم حجيب لكم سيرة ثلاث أشخاص اللي هن غونوريا، كرابز و HPV. الغونوريا، شو هي الغونوريا؟ حقرأ لكم هي وبالعربي. تحدث العدوى بداء السيلان عن طريق نقل البكتيريا بالاتصال الجنسي الذي يصيب كلا من الذكور والإناث. وغالباً ما يؤثر السيلان على الحالب والشرج والحلق وفي الإناث يمكن للسيلان إصابة عنق الرحم. بس ما تخافي وما تخاف لأنه كل شيء بتهونوه بهون وكل شيء له حل. المهم إنه نكون دايماً مهتمين بحالنا ومطلعين على كل شيء ممكن يصيبنا نحن وعم نعمل سكس. ثانياً الكرابز. شو هن الكرابز؟ مش موجودين هون. أنا حقلكن شو هن الكرابز. الكرابز هن حيوانات أليفة صغيرة كتير كيوت بيطلعولنا على جسمنا خصوصا إذا عنا شعر.
وما بيحلوا عنا no matter قد ما نترجيهم. however اخترعوا شامبو لهالشي وبغسلة وحدة بيروح. واخيرا صديق الجميع ال HPV. شو هو ال HPV؟ stands for human papilloma virus. it's the most common sexually transmitted infection. HPV is usually harmless and goes away by itself, but some types can lead to cancer. لا لا طيب خلينا positive وبلا ما نحكي عن الكانسر وبلا ما نصعب على حالنا. هونوا بتهون. المهم مثل ما قلت انه نتابع مع دكتور ونضلنا healthy وناخد كل احتياطاتنا كرمال ما نوقع بمواقف ما بدنا نكون فيها. فروحوا انبسطوا مستو شرمتو عربدو انتيكو لأيري. يلا من هون تيفي موز.